عشرات حربيات الرشاش النظام السوري تناوبت على قصف مدينة معرة النعمان ومدينة فرومة ومدينة كفرنبيل. إلى الآن حربيات بالأجواء لا تفارق الأجواء وتقصف أهلنا المدنيين. حصيلة شهداء شهيدان في معرة النعمان، شهيدة في بلدة كفرومة، ولا يوجد شهداء في مدينة كفرنبيل. حرائق ضخمة ودمار كبير في مدينة كفرنبيل. إلى الآن فرق الدفاع المدني تقوم بإخماد الحريق الضخم الناتج عن استهداف حربيات الرشاش. على الحصان على الحصان.